بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بضيوفنا الكرام في رياض العز في يوم من أيام الرياضة السعودية الدائمة إن شاء الله. في ظل رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد، وفي هذا اليوم أحب ما أنسى شهدائنا اللي ضحوا بحياتهم عشان احنا نفرح في اليوم. ان شاء الله ايامنا كلها افراح، وفي هالمناسبة مدام انها مناسبة رياضية اتمنى باسمي وباسم كل وزراء الرياضة اللي موجودين ان ندعم دولة العراق العربية بوجود وزيرها، ونلعب في ارض العراق وينشال الحظر عن ارض العراق. وانا اطلب من الدكتور عادل عزت ان المنتخب السعودي يلعب في الربع الاول من 2018 في ارض العراق ان شاء الله. شكرا جميعا، شكرا لكم.